شفت ايش سويت بنوال بحلقه امس؟ ليش ما شفتوها؟ في شيء اهم من الهواش؟ يلا روحوا شوفوها، انا مو فاضيه. بس حبيت اسال، منو اصحاب هالبيت؟ حنا اصحاب البيت. شلون تبيني اروح حق مره ارمله مع عيالها قاعدين بهالبيت طول هالسنين اقول لهم طلعوا علشان انا اسكن فيه مع عائلتي؟ شلون انتم مستوعبين ان بيطردونا من البيت؟ واذا انطردنا وين بنروح؟ امر خلاء حبيبتي، هذا بيت خالص ما انت رايحه مكان. لما بروح بيت رفيجي مساعد ما بيقعد بهالبيت دقيقه واحده. هو ايش فيكم انت واختك؟ اخوي انت عارض الشقه الاجار. الرجال اللي اتصل امس غلطان، داق على الرجال 3 مرات وحنيته عليه عشان يرد. متذكرة عدل كذب والنفاق اللي كنت معيشني فيه؟ متذكرة استغلالك لي وتبي تاخذ فلوسي وتورطني معاك؟ الحين عادل يرد حلاله ويشتري ويبيع بالعقار وما تقول حق امك؟ يعني كنت خايفه انك تكشت. خوف اجيب محله. هي ابو عامر ما يصير تطردنا من بيتنا. البيت هذا طلع من ذمتك عطيه، انت عطيتنا اياه وكان مكسر وانا دفعت فيه دم قلبي. وجع جمال، سالفنا عن دلال شويه. اوه دلال هذه شخصيه غريبه. يعني الحين انت مخليني قاعده بروحي ومتاخر عليه بس عشان تجيب الورد؟ اسمع يا عمشه، والله من اليوم ورايح ما في شيء يزعلك دام حميدان معاك. جزع، ايش قاعد تسوي؟ ما قاعد اسوي. تعال. يا ريتني مت قبل هاليوم، يا ريتني مت. يا ولي ولا ايش اسوي الحين؟ وش اسوي؟ والله ما تطلعين من البيت الا على جثتي. يما انا ابي اعرف من هذه المره اللي كانت تكلم ابوي. وش فيكم انتم؟ وش فيكم وجع اهلك العدو؟ وش فيكم؟ وش فينا؟ يما شمر ريحتها كلها سجاير. هذه هي؟ ايه هذه هي. وانت كنت تبيني انا اسكن معاهم؟ يما منو المره اللي امس كانت واقفه برا؟ اي مره؟ انت صج بينك وبين امي مشاكل؟ ما شاء الله عليكن بناتي فاطنات. ايه هذه المره وزوجها بياخذون بيتنا، ارتحتوا؟ الحين انا مو قايله لك ابيك تروح تشيك على عمك وتشوف شنو عنده من عقار، كم بحسابه الحين. الرجال فلس وباع بيته وبيجون هو ومرته ويسكنون عندنا. وهذا البيت ترى من حقك. انا سمعت ان انتم بعتوا بيتكم، فحياكم الله، البيت بيتكم، يعني يشيلنا كلنا ها، والمرحوم ما كان يعدك الا حزمه اخوه. تعال واجهني، قابلني. الحين أنا كلمته، ما تقولي لي وين بنحطهم؟ لا تحاتني يمه، أنا بضبط الأمور. يعني شلون أطلع من غرفتي وأنام في الحوش ولا أزاحم رطنة في مكانها المسكينة اللي ما أخذت معاشها؟ أنتي أهدي يمه، في مكان فوق نظيف وزين. وين؟ شايفة الغرفة قدام المخزن اللي فيه أغراضك؟ هذا هو. وأغراضي؟ يمه أغراضك ليه قاطتهم مكان؟ أحطهم مكان ثاني زين. وعياله؟ ما تقولين عند عيال، وين نحطهم؟ أنت ما قلت بأن عنده ولد وبنت؟ إيه. زين، الولد عند جزع والبنت بنحط لها سرير بالغرفة وتنام معانا. ودام خواتش راضين كيفكم؟ حيل الله حيل. السلام عليكم يا حي هالزول. سلام. هايوة، شلونك حبيبتي؟ شو أخبارك؟ زينة حبيبي، بس راسي يعورني شوي من الصبح، جسمي كله بعد يعورني. عجبك المسلسل يا باي؟ ايه حلو، يضحك. حبيبتي اعطيني يدك اليمين. صباح الزفت. ما ايش فيها ثقلان علي؟ زين اعطيني يدك اليسار يا باي. ما اقدر احرك ايدي، وايش فيها؟ ايش فيني؟ لا 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 تخافي، ما كل العافية. أنا فيني شيء. لا 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 يبا، ما فيك إلا العافية. هدي يبا هدي، ما كل العافية إن شاء الله. مارد الخط ما يلقط، وصرت في الواتساب شايلها. يمكن ساكتش بلوك. لا حبيبتي مستحيل، أنا عمري بحياتي ما حتصكني بلوك. بعدين هو رجال ما هو بزر، لو ما يبي يكلمني شان قال؟ اعطيني رقمه. ايش تبين في رقمه؟
مو انت تبين تعرفين ساكتش بلوك ولا لا؟ الا اعطيني رقمه. امسكي. انا اشوف. ها مبروك، حصلتي اول بلوك بحياتك. بنات قررتوا شنو تبون تطلبون؟ يا شوف. اوكي. في سويت وايد يمدحونه هني. خلينا نجرب. لحم بالليل ما يسوى. قولي لهلن تسوي لي تونة سالد. تدرين بكم هذا الكيلو؟ كم؟ ب20. زين. عاد أنا تعنيت وجبت لكم لأن أنتوا ناس متعودة على الرفاهية، فقلت أوفر لكم كل شيء تشودي يبين بعينكم. ماكو داعي تعبين نفسك حبيبتي. وتدرين شنو جبت لك بعد؟ هاو زهرة هدي هدي شوي هدي. الصحون والمواعين هذه اللي تشوفينها ترى كلها جديدة. حتى الكفرات اللي تنامين عليها أنت وعيالك يدد. أكيد إحنا راح نقدر لكم هالشيء، وإن شاء الله كلها أسبوع أسبوعين إن شاء الله. من وين؟ من وين؟ أنت وريلك ما عندكم ولا فلس، ليش تكذبين؟ منو قالك هالكلام؟ مرزوق؟ أنت عبالك أنا مقتنعة إن أنتوا قضيتكم استئناف وإن بيتكم محجوز؟ أنتوا ما عندكم ولا فلس وقاعدة ببيتي وتكذبين. وخري عني المينونة، هذا بيت أخوي. أخوك؟ أخوك كاهو واقف برا ترى يسمعك، ما يبي لأن عارف إن وصل هني بقص راسه. وخري عني المينونة عم بعينك. عادل عادل شيخة عموري زهرة. لا لا شنو هذا؟ سمعوني أنتوا الاثنين. سامعينك. بيتي تعذركم. هدي شوفوا لكم بيت ثاني. سمعتيني ولا لا؟ سمعنا سمعنا وسمعت. يلا لا 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 ولا دقيقة أقعد بهالبيت. أنا سكت عنها عبالها إني خايفة منها. لا أنا سكت عنها لأن أبيها سكين كانت بتذبحني المينونة. يما مالت شغل اهدي، أبوي باكر يحل الموضوع. اهدي يا مرة سمعي كلام بنتك، باكر يصير خير. من وين يجي الخير؟ منك أنت اللي فلست ولا من أخوي اللي هدمرت شوي وتذبحني؟ أقول شيلوا أغراضكم. يلا 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 شيلوا أغراضكم. ما راح أقعد بهالبيت ولا دقيقة. بس خلاص كلمة شوي هذا اللي قاصر. زهرة أنا تهيني أنا تهيني زهرة. وأنت اسمعني زين، دق على الناس اللي مسكنهم بلاش وقول لهم يطلعون الليلة نروح نسكن معاهم. قاعدة في هالبيت مع زهرة وريلها ماني قاعدة. قطيع أنت قطعهم. أنا مستحيل أكلم مجزع وأخليها تطلع من البيت هالليل. وين تروح يعني؟ ما يهمني. هما المفروض يهمك، اللي يهمونك أنا وعيالك. يا يمه يا حبيبتي طولي بالك، ما يصير أبوي يطرد الناس هالليل، ما يصير. أي يمه حبيبتي اهدي. زين زين دق عليهم قول لهم باكر يطلعون واحنا نروح نسكن معاهم، ولا اقعد مع زهره وريلها. هي كلمتني اليوم. منو اللي كلمتك؟ ام جزاع صاحبه البيت. شكو صاحبه البيت؟ البيت باسمك يعني يخصنا ما يخصهم. يا نوال البيت كبير ونقدر نقسمه ونقعد كلنا مع بعض، نطلعهم وين نوديهم يعني؟ ايش قاعد تقول يا نيت؟ يا نوال هي عرضت علي بنفسها تستضيفنا عندها في البيت. مره بحالها بروحها، ارمله عيالها ايتامه، اذا طلعوا وين يروحون؟ بالله شنو ما عندكم قلوب؟ يمه ما ينفع نطردهم. يا حبيبتي يا يمه طولي بالك شوي، صدقيني اعيش معاهم هناك ولا اعيش هني. حل مؤقت على ما حل اموري يا نوال.